إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، إنه لمن دواعي السرور الذي أبثه من بين الجوانح لأهل هذه المدينة خاصة، التي ظهرت فيها مظاهر الرحمة والكرم والتكافل والتعاون على الخير والحق، حيث آب إليها كثير من قاطني المحافظات المجاورة لما ألم بها، فهي محافظة آمنة اخضرت قلوب أهلها قبل سهولها وجبالها. إنها محافظة إب، بلادنا وموطن إخواننا ومأوى من هب إلينا. وأنتم ذا ترون فيها آثار النعم والخيرات والغيث، فشكر الله لأهلها ما هم عليه من الخير، وزادهم الله من فضله، ومنحهم بركة هذه الدعوة، دعوة الكتاب والسنة والآية والحديث، وألحقهم بدرب من بذروا في هذه البلدة بذور الخير، ودلوا أهلها على سبل الخير، العلماء بدءا بالشيخ الراحل أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي عليه رحمة الله،
وبمن حذا حذوة من المشايخ والعلماء، وبمن لا زال على سيره، فإن البلاد ترفل بآثار دعوة المشايخ التي ضربت الأطناب وتوسعت في السواحل والقمم والسهول والكهوف والشعاب، وذلك كله بفضل الله. فالله أعلم حيث يجعل رسالته وحيث يجعل خيره، فالزموا هذا الغرض واثبتوا عليه، وداولوا بين حين وآخر لهج القلوب والألسن شكر هذه النعمة والخير العظيم. إخواني في الله، إشارات عاجلة ومواقف كاشفة عن بعض حقائق الآخرة، ثم الإشارة إلى ما في تلك الحقائق أو بعضها مما له صلة بالصوم أخذا من حقائق الآخرة. وسأسوق إليكم نصين أو ثلاثة بسياقها وطولها، ثم أقف مع بعضها بحسب تيسير من أطلق اللسان وأسمع الآذان، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولو أخذ الوقت سياق تلك الأحاديث لكان ذا كافيا في سماع الناس للخير من في نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة التي ينبغي أن تعم، وهي من أكبر ما ينبغي أن يسعى إليه المسلم، هي الوقوف مع الآيات والأحاديث، مع الوحي الذي تتنقل فيه القلوب والأرواح في رياض مونقة وحدائق وبساتين مورقة، وما أحيلاها بل أحلاها من وقفات تقف معها القلوب قبل الأبدان، وتنتقل إليها الخواطر والأفكار التي قال فيها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد بأن الأفكار والخواطر مبدأ كل خير وشر. وتفصيل هذا ليس ذا وقته، تنتقل القلوب من هذه الدار التي تتناوب فيها المتغيرات وتعتريها الأحوال والآفات، ويتقلب أهلها بين أطباق مختلفة وقضايا متضادة حقيقتها والفحوى فيها ما قال المولى جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة ومعاناة في دنياه. ودائرة حقيقة الكائن من ذكر أو أنثى من الجن والإنس في الحقيقة الكاشفة المبينة لحال هذا الإنسان وأطواره بعد القسم المعظم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق
لتركبن طبقا عن طبق. جواب القسم لتركبن طبقا عن طبق. وليس المراد بالأطباق ها هنا أطباق خيالية طائرة أو أطباق موائد مقدمة، هيهات أن يكون معنى الآيات كذا. لتركبن طبقا عن طبق أي طور بعد طور وحال بعد حال. مبادئ هذه الأطوار والأطباق أن العبد كان ترابا ثم انتقل من طور التراب إلى طور النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم يخرج طفلا ثم يبلغ أشده فيصير قويا ثم يصير بعد قوته ضعيفا وشيبة إلى أن تأتي مراحل وأطباق الثرى بعد الموت ثم أطباق أخرى من البعث والنشور والميزان والصراط والقنطرة والعرض والجنة والنار، أطباق وأطوار لتركبن طبقا عن طبق إلى أن يصير مآل هذا الإنسان مآل المكلف فريق في الجنة وفريق في السعير. فانتقال العبد من دنياه وآلامها إلى الدار الآخرة وما فيها والتأمل بعين القلوب السائرة على مقتضى نور علام الغيوب تجعل العبد كأنه على جسر يمر أو على مركبة يعبر إلى الدار الآخرة، فتنقشع عنه حجب الشهوات وتتهاوى بين يديه المطامع والأهواء والملذات وتتوزع تلك الغايات إلى غاية واحدة. من أصبح ونيته الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، يجعل الهم كله هما واحدا فيكفيه الله ما أهمه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة، والإرادة عمل قلبي تتجلى مظاهره بالأعمال البدنية. ولما أن عرض على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم آية التخيير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. خيار لنساء الرسول المختار محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأ بعائشة فعرض عليها فقالت أفي هذا أستأمر أبوي، فإن يريد الله ورسوله والدار الآخرة. فخير بقية نسائه فقلنا مثلما قالت عائشة أريدنا الله ورسوله والدار الآخرة. إذن الإرادات المتوزعة والإرادات المتنوعة حصرت في هذه المقاصد الثلاث، فإن يريد الله ورسوله والدار الآخرة. فهلم بنا إلى واقع لا بد أنه كائن ولا مفر منه لكائن، لا بد أنه كائن. فما دام أن الماضي آت إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وكل ما هو آت آت، إذن هلم بنا إلى المستقبل المنتظر الذي هو في حقيقة وقوعه كالحاضر بل كالماضي، وهو أقرب من ذلك. ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
ويعبر بغد يراد به يوم القيامة، فلقربه كأنه في غد، بل لقربه كأنه قد أتى. أتى أمر الله فلا تستعجله. أتى أي لتحقق وقوعه كأنه قد مضى. فمن أيقظ الله بصيرته وانطلق من دنيا إلى آخرته وعبر تلك المراحل وتجول فيها بقلبه وعين بصيرته، زهدت الدنيا وآوى إلى ما يوي إليه، إلى ما لا يوي إليه الناس، له حياة لا تشبه حياة الناس ولا تماثلهم، حياة الراحلين إلى دار القرار والبقاء. جاءوا إلى منزل أبي ذر، نظر إليه ناظر فلم يرى في البيت ما يملأ بصره. قال: إن بيتك كأنه بيت مسافر. قال: نعم، إن صاحب الدار لا يأذن لنا بالبقاء. فالدار بيته هي الدنيا، وصاحبها خالقها لا يأذن لنا بالبقاء. فشعر بأنه ما دام أن الإذن ليس له بدائم بالبقاء فأعد نفسه للرحيل. ومن طلب منه صاحب الدار أن يعزل من الدار أعد العفش. مالك؟ قال صاحب البيت: شي بيته. أعد العفش راحل. قال صاحب الدار: لا يأذن لنا بالبقاء. ونقل عن بعض السلف أنه قيل له: إن منزلك كأنه منزل مرتحل. قال: مرتحل بل مطرود، بل مطرود، أي أنه سيخرج من الدنيا يطرد طردا، أي أن الموت سيخرجه، يطرد لا مختار. إن بيتك كأنه بيت مرتحل. قال: مرتحل بل مطرود، أي سيخرج منها ميتا كأنه مطرود. فهلم إلى دار البقاء ومراحل العبور إليها. وأختصر الأحاديث إلى حديث واحد، وبما أن الوقت قد أزف أسوقه وأدع ما سواه. روى الإمام مسلم عليه رحمة الله، بل جاء عند الشيخين واللفظ لمسلم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار.
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر غبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، ماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. وجاء في بعض الألفاظ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، وعلى اللفظ الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال فما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم، ولم نصاحبهم. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب، فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم. وأنا أسوق الحديث بغير شرع، وأعلم أن ثم كلمات تحتاج إلى إيضاح، والإيضاح يقتضي أخذ الوقت دون ذكر الحديث. وشأن العلماء في كتبهم أنهم يسردون الأحاديث ثم يقفون مع بعض جملها وفقهها، فذا سير على سيرهم. قال فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق،
فلا يبقى من كان يعبد الله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يعبد الله اتقاء ورياء إلا خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها من قبل، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. جاء في بعض الروايات ثم يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز أن يعبر، وفيه لغات، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاؤهم يومئذ اللهم سلم سلم. وعلى الرواية الأولى ثم يضرب الصراط على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر بكسر الجيم؟ قال دحض مزلة بكسر الزاي، دحض مذلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. وجاء في بعضها ومنهم من يحبو حبوى أن يعطى نوره على طرف إبهامه، إبهام قدمه. قال حتى إذا خلص المؤمنون من النار، أي عبروا على الجسر، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا، وها هنا شاهد، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. قال فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا منهم من أخذته النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير
فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. وفي ذكر الدينار دون الدرهم سر. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. قال فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. جاء عند الإمام مسلم روايات أخرى منها يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مثقال شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من بر، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه من الخير مثقال ذرة من إيمان. قال فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقون في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، وفي بعض الروايات فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ولهذا معاني. ألا ترون أنها تكون إلى الحجر وإلى الشجر، إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أخيضر وأصيفر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض ويكون هنا تام. قالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله، هؤلاء عتقاء الله. فيقال لهم ادخلوا الجنة فإن لكم ما رأيتم. قالوا ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال لكم عندي أفضل من هذا. قالوا يا ربنا
وأي شيء أفضل من هذا؟ قال رضاي، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وجاء عند الإمام البخاري بل عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الشفاعة يقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، ورواية عند مسلم: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال الله: ليس ذلك لك، أو قال: ليس ذلك إليك، وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي. ولفظ مسلم: وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. وجاء عند الإمام مسلم لفظ آخر من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار دخولا خروجا منها، وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم، وهو مشفق فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق أن تعرض عليه كبار ذنوبه، فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: يا رب إن لي أشياء عملتها لا أراها هنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الشمس والقمر، إلى أن قال: فيلقى العبد فيقول: أي فلو، وجاء بالإسكان أي فل، ويصح بالضم أي يا فلان، وجاء بلفظ: يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، وفي لفظ: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول له: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ وفي لفظ: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: بلى أي رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت، وهنا الشاهد، وصليت وصمت وتصدقت
ويثني بخير ما استطاع، فيقول الله له ها هنا إذن، أي الآن نبعث شاهدنا عليك. فيتفكر العبد في نفسه ويقول من ذا الذي يشهد عليه، فيختم الله على فيه ويقال لفخذه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ليعذر من نفسه، وذلك مثل المنافق، وذلك مثل الذي سخط الله عليه، أو كما جاء في هذا السياق. هذه نبذة وجملة من سوق الأحاديث لعلها مقاربة بألفاظها سواء بسواء، والوقوف معها لو قلت يحتاج إلى 5 محاضرات لكان في نظري قليلا، وسوقها نصوصا بركة من الله أن تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي كل حديث وقفات بالعشرات، وقفات بالعشرات، وفوق كل ذي علم عليم. وأنا أقتطف وقفة واحدة وكفى من هذه الأحاديث كلها، لأن الوقت قد أذف، وما أريد أن أشق عليكم، ولعل الله يجعل فيها البركة. وإن شئتم كلاما عابرا في نقاط مجملة أشرت إليها، ثم التفصيل في نقطة وأكتفي بها دون إجمال أو تفصيل في النقاط، إنما مسألة واحدة فيما بقي من الوقت، وهي أهمية الأخوة في الله ونفعها في الدنيا والآخرة، وأن الاجتماع على منهج واحد وطريق واحد وصراط واحد في الدنيا يعد صراطا موصلا ومثبتا في ذلك الصراط. فمن سلكها هنا الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه، الكتاب والسنة، الطريق الواضح البين الذي لا اعوجاج فيه، اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، القائم على الكتاب والسنة، الذي يكون في رأسه يقود قافلة أمته محمد صلى الله عليه وسلم، السائر على طريق إخوانه، المؤتمر بأمر ربه القائل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فاقتدى بهدى جميع الأنبياء، فجمع الله فيه محاسن من كان قبله من الأنبياء، إلى جانب ما خصه الله بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل، فسلك طريق إخوانه. وهكذا الأخوة في الله طريق واضح، أخوة قامت على الآية والحديث، على الكتاب والسنة، على محبة هذا الطريق وهذا المنهج الذي يسير فيه من سار من الرفقة المباركة الذين قال الله فيهم وهم صفوة البرية في كتابه الكريم، وحسن أولئك رفيقا، حسن أولئك رفيقا، سار على هذا الطريق الأنبياء، وسار عليه الصديقون والشهداء والصالحون إلى قيام الساعة من الرجال والنساء والجن والإنس، وثبتوا على هذا الطريق، قل فيه السالك أو كثر، فإن قل سالكه لم يستوحشوا، وإن كثر هالكه لم يغتروا، كما قال بعض السلف عليك بالصراط المستقيم ولا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. فأنت سائر على الآثار المرسومة التي خطاها سيد ولد آدم خطا لا تمحوها الأيام والليالي، رسمت في الأعماق، رسمت في الأعماق، وصارت كالأعراق، تخللت مسالك الأرواح لقوم في كل زمان ومكان قيضهم الله لحمل دينه، حتى يخرج الدجال فيقيض الله له شابا يخرج من المدينة، من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يواجه الدجال وهو قريب من أطراف الحرم عند سبخة الجر، وقد وضعت رجلي هناك لأنظر في موطن عند سبخة الجر، وأنا أتتبع الحديث ونحن في المدينة أين سيقبو الدجال. فالحرم يكون ها هنا، ويكون الدجال واقفا على رأس جبل قريب يحيط بالمدينة، فيخرج إليه
هذا الشاب دون أن يبالي، فيقف أمامه قائلا: أنت عدو الله، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اغتر كما اغتر كثير من الخلق بما كان من فتن على يديه من جنة أو نار تكون للناظر وحقيقتها غير ذلك، وما كان منهم من أن تتبعه الكنوز كيعاسيب النحل فترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرجوا إليها لتخرج المدينة خبث أهلها، فيبقى فيها من بقي، فيخرج هذا الشاب الذي أخبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في أصلاب من وفي صلب من هذا الشاب، لعل أباه لم يخلق ولعل أمه ما وجدت، وقد أخبر عنه ليقف أمامه فيقول ما يقول الدجال، فيضربه حتى يشقه إلى جزلتين، ثم يمشي بينهما رمية الغرب، ثم يقول للناس: أرأيتم إن أعدته تؤمنون بي؟ فيعود وذلك الأمر فتنة، فيقول: أتؤمن بي؟ قال: ما ازددت بك إلا بصيرة، فأنت الدجال. فيريد أن يضربه فيحل بينه وبينه، ويجعل الله على عنقه معدن ولا يسلط على أحد بعده. ولعل ذلك الرجل وذلك الشاب أفضل أهل الأرض في ذلك الآن، أو خير الشهداء في ذلك الآن. إذا لا يزال الله عز وجل يغرس في الأصلاب وينبت في الأرحام، أرحام الخيرات المباركات اللواتي ما قطعنا الأحمال بعقم أو غير ذلك من وسائل وعقاقير تمنع الأنجاب، إنجاب الرجال الأبطال الكمات البواسل حملة الشريعة، من يقودون الأمة قودا صحيحا لا يكون إلى موارد الردى بل إلى الدرجات والعلى. عاقبة النساء أن توجد العلماء والأخيار والعلماء وحفظ القرآن والأبرار وحملة الآية والحديث الغيورين على أديانهم وعلى أوطانهم وعلى مجتمعهم. إذا لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. رضي الله من نساء أعمال، من نساء أعمال فجعلها شرعا، ما عمل هاجر وصار شرعا للأمة في السعي والطواف وغير ذلك. رضي من مريم أعمال، رضي من سار أعمال، رضي من أمهات المؤمنين وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام ونساء الصالحين نبراسا للأمة وهداة وخيرا. رضي أن يوجد منهن من تربي الأبطال والرجال. إن من نظر في تراجم العلماء نظر أن أكثر العلماء علما من بلغوا شأوا عظيما هم أيتام، ربتهم أمهاتهم، فمن أم الشافعي ومن أم الأوزاعي من كانت تحمله على الأسواق حتى ملأ الدنيا علما. إن أكثرهم أيتام بلغوا أعلام كالجبال، ربتهم أمهات، فما أحوج المجتمع إلى أمهات صالحات، لا أمهات تتنافس على الأسواق والمحلات والشرائع والشوارع والموضات والعباءات والتشكيلات والزخرفات والزينات. إن أبرع فتاة من في المجتمع من أنترت وفسبكت وفعلت الأعمال المحرمة هي التي تشمخ برأسها وتتطاول بنظراتها، إنها الشابة التي تقعقع بقدميها وتزين عباءتها وتضيق بدنها وتحن يديها وأقدامها وتضيق جلبابها ثم تسعى في الشوارع فاتنة مفتونة. إن المجتمع قد امتلأ بهذه النفايات التي لا قيمة لها إلا بالدين الحصن الحصين والدرع الأمين. فإن الأمهات اللواتي في البيوت ربت الرجال علمت الأبطال أنشأت بنات صالحات وأمهات عابدات قانتات. أيها الإخوة في الله، إن الأخوة الإيمانية في السير على سير ورثة الأنبياء من العلماء يعد نافعا في الدنيا والآخرة. نفعك العالم ونفعتك الأخوة في الدنيا بالدعاء
والإخاء والتواصي. فكم من داع في أسفار في الليل والنهار تمتد إليه دعوتك، فكم دفع الله عنك من أسقام ورفع عنك من آلام ودفع عنك من أوبئة بدعوات أنت لا تعلمها من إخوان صالحين لعلك أوصيتهم أو ما أوصيتهم، وهم يدعون هذه الأخوة على الآية والحديث، على التكاتف والبعد عن المحدثات والبدع والحزبيات والأمور المنكرات والفتن المدلهمات تنفع في الآخرة. فيقوم المؤمنون بين يدي رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من النار، أي بعد أن ضرب الجسر وعبروا على الصراط، أخذ المؤمنون يناشدون رب العالمين، يناشدون لا لأمهاتهم فقط ولا لزوجاتهم ولا لآبائهم، يناشدونه لإخوانهم في الله من اجتمعوا على طاعة الله أهل الصوم والصلاة والتوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمن من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله، يناشدون الله في استقصاء الحق، في استقصاء الحق، كانوا يقولون: يا ربنا أذنت لنا بالشفاعة، يا ربنا وعدتنا بإخواننا، يا ربنا منحتنا وأعطيتنا، يا ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا، يا ربنا صلوا وسجدوا معنا، يا ربنا حجوا معنا. فأقسم فقال: والذي نفسي بيده ما منكم من أحد، ألا يوجد أحد منكم يشبههم بأشد مناشد لله في استقصاء الحق. وما هو الحق؟ يستقصون الحق أن يطلبوا من الله أن ينقذ إخوانهم من النار. الله أكبر، ما أجمل هذه الأخوة النافعة في تلك المواطن. فإن الدنيا فيها مخارج ولك أعوان، وأما على الصراط لا عون. فيأذن الله بالشفاعة للملائكة والنبيين والمؤمنين، فلعلك أن تكون ممن يشفع لك أو تكون شافعا. فإذا وجدت الأخوة هاهنا واتعن الكتاب والسنة نفعت هنا، وإذا مزقت الأخوة وروابطها وانتشرت الحزبيات والبدع والمحدثات وأطلق الناس ألسنتهم على غيرهم تكفيرا وتبديعا وتضليلا وتحزيبا بغير برهان من الله ولا عودة إلى ورثة الأنبياء، كان هذا سببا في هذه الأخوة أن تتمزق، وفي هذا الجسر أن يدمر الذي ينبع في ذلك اليوم. فحافظوا على هذه الأخوة، ما اجتمعنا هذا الجمع المهيب في هذا الموطن لدنيا جمعتنا الآية والحديث، إنها أخوة في الله وسير على طاعة الله وثبات على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أغلى من النفس والنفيس والغالي والرخيص. إشارة حول الأخوة، وفقر الأحاد تحتاج إلى طول، وقد أطلت عليكم. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. فإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وبطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واهدم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن واليمنيين في داخل البلاد وخارجها، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واكسر شوكتهم وأدر الدائرة عليهم واقطع دابرهم، وارفع راية الكتاب والسنة والآية والحديث، وأقم من أقام دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.